بصراحة كل واحد بحب يعني يشوف إنجازاته، خاصة لما يعني إحنا أول السنة نتعبهم دربناهم. بصراحة أولها كان كتير تعب، كان الأولاد شوي خجولين ودربناهم على الجرأة. هلأ بعتبر إنه عن جد الأولاد وصلوا مرحلة يعني متقدمة، إنهم أول إشي صار عندهم جرأة بالحكي، صار عندهم شخصيتهم قوية، أذنهم الموسيقية صارت أفضل من أول بكتير، يعني صاروا ذواقين، هم اللي يحكوا الإشي الصح والإشي اللي بحبوه والإشي اللي ما بحبوه. فحلو إنه حتى صار الطفل عنده إبداع في الرأي. أنا كتير بكون مبسوطة وسعيدة هدول مع الأطفال، ويمكن خاصة بعد عناء كبير كبير. يعني أنا عندي كمان تخصص اللي هو ميوزيك ثيرابي، العلاج عن طريق الموسيقى، درسته في بريطانيا، استثمرت هذا التخصص. وجدت أن الموسيقى في عندها إمكانية أنه تخفف من الصعوبات اللي بواجهها الشخص المعاق. في طلاب عندي كثير كان عندهم مشكلة في الصعوبة في النطق في اللفظ، في طلاب عندي كان عندهم تأتأة مثلا بدهم يحكوا يعبروا عن ذاتهم. وجدت أنه الموسيقى هي الطريقة الوحيدة من ناحية لغوية أنهم يعبروا عن طريق عن نفسهم عن طريق الغناء. في عندي طلاب مثلا من منطقة الشمال من أو من الجنوب حتى من دور الخليل استطاعوا أنه يتغلبوا على هاي الصعوبات، وبكل فخر أنا وبعد صار الطلاب عندهم جزء منهم بيعزف، في عندي طلاب متميزين الآن في بعضهم في فرق موسيقية، في ناس متميزين على الكمانجة زي يمكن في طلاب مثلا زي طالب ماهر الشافعي عندنا كثير متميز على الكمانجة الآن هو في رام الله بجامعة بيرزيت. عندي طلاب تخرجوا الآن بدرسوا بيعزفوا في فرق موسيقية في بعض الإذاعات العربية خارج الوطن. فالموسيقى يعني أعطت بالذات الكفيف فرصة للعمل، هو عمل ومهنة مشرفة إلى جانب التعليم والإمكانيات التعليمية والأكاديمية. فبشعر إنه الموسيقى كانت لهم فرصة كبيرة للتعبير عن ذاتهم، لمواجهة صعوبات. في ناس عندهم كان عندهم خجل، يعني في الكفيف بيجينا من الأسرة عنده خجل، عنده شعور بالنقص، عن طريق الموسيقى اللي هي كانت هي لغته التعبيرية الوحيدة استطاع إنه يفرغ هاي الشحنات وهذا الشعور بالنقص، وغيرنا اتجاهات ومسلكيات كثير. ما بعاني في أي مشكلة وأنا أتعلم موسيقى، الحمد لله رب العالمين. الموسيقى يعني خلاني شوي مستوى عالي وخلاني أشارك في بعض الحفلات. أنا ما واجهش الموسيقى بأي مشكلة، ما تصعبش منها حتى لو أنا كنت يعني بشوفش، بس أنا خلاص تعودت ويعني صرت أعرف أعزف. بتمنى إنه المكفوفين يضلهم للسنين الطويلة اللي قادمة جميعها، إذا لقينا ممولين. عرفتي كيف؟ هلأ المشروع هذا ممول من التعاون لمدة 3 سنين لستة 56 طالب. هلأ هالسنة أخذ 30، السنة الجاي كمان بياخد بقية 26 حتى إنه يكمل العدد. بس أنا اللي بقوله إنه 3 سنين ما هي كافية لهذا المشروع، ما بيقدر يأخذ الطفل أو الطالب كل احتياجات الموسيقى من كل دراستها إن كان نظرية أو عملية. الموسيقى مش بسنة ولا سنتين ولا ثلاثة، فبدها سنين أطول. فأنا بتمنى إنه ألاقي ناس يوقفوا مع هدول الأولاد اللي أكمل أنا مسيرتي، اللي مش بس 56، كل طالب أو كل طفل عنده إعاقة بصرية إنه يجي يدرس موسيقى في مدرستي، وأرحب فيه من أي بلد أو من أي مدينة. كنت بدي الأورج، استشرت أصحابي هنا قالوا لي العود أفضل. يعني بعدين لما فتنا على المعهد كنا لمن أنا بدي أورج قال العود أفضل، فأنا فتت العود، بس مش إجبار يعني، كان أنا كمان أحب العود من قبل. اخترتها أنا، ما اخترتهاش يعني اختيار، ولكن كمان كان عندي حب للعود. أنا كنت متمني يا إما أفوت أورج يا إما أفوت عود. الحمد لله ربنا وفقني وفتت عود. العود أول إشي هو عبارة، أول إشي فيه إله بنعزف عليه عن طريق الريشة. هاي الريشة عبارة عن بلاستيك زي ما أنت شايفها، شايف أنت كيف شكلها زي المستطيل تقريبا. هاي الريشة بتكون يعني أول شفتها بلاستيك. العود شكله زي إله أنت شايفك زي الرأس،
ومن هون زي الايد من تحت، وكمان على هذه فوق الرأس هذا في ثلاث فتحات، فتحة فتحتين ثلاث فتحات، نعم هذول ثلاث فتحات بيطلع منهم صوت اللي بدي أعزفه مثلا، ها الصوت من هون ومن هون ومن هون، هذول ثلاث فتحات هي من بيطلعني الصوت. عندنا هنا ثلاث أو هنا عندنا خمس أوتار، كل وتر عبارة عن وترين، وتر اللي هو وترين وتر وترين وتر وترين وتر وترين إلى الوتر الأخير هو وتر واحد حق قانون العود. كل وتر تقريبا بيحمل أكثر من إشي، مثلا الدو هذا الوتر اللي هو فوق، هذا الوتر إحنا الأول اللي من فوق أول واحد اللي عبارة عن وتر واحد إحنا تقريبا لسه ما استخدمنا، يعني مناش معرف معها. أما هذول أربع الأوتار هي اللي مستخدمنا أزيد إشي. هذول الوترين الأول إشي اسمه الدو، دو دو. الوتر اللي تحته هذا الوترين عليه ري مي فا، ري 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 مي فا، إلو مي وري وفا. الوتر اللي تحته اللي هو الوترين يعني عبارة عن وتر صول لا سي، صول صول لا سي. الوتر اللي تحته الدو الأخيرة، دو بس هذا. الأورج بتميز طبعا انه عن الآلات البقية سهولة العزف وخفته، يعني كان كبساته خفيفة يعني والعزف عليه سهل. اما بقية الآلات العود والكمنجة بصراحة يعني عزف صعب شوي بدهن شغل. ويعني الأورج فيه كمان يعني إيقاعات تقدر تحط عليه إيقاعات أعزف وما تغلبش. طبعا في عندك هذا الزر بيشغل الإيقاع وهذا بطفي، بس هذا يعني مرات بطفي، هذا بشغل بطفي وهذا بطفي مرات، وهذا بسجل الشيء بدك تعزفه، وهذولا هذه السرعة اللي بدك هذه السرعة، وهذه بتزيد الإيقاع الزقفة، وهذه بنهي الإيقاع، وهذه بتحط بداية عشان تكبس على هذه. طيب في عنا كمان هذول الثلاث كبسات، عنا هذول التسجيلات هذول، وفي عنا هذول هذول الآلات برضو بصير بتيجي بسهولة، وهذول الأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهذه بتنزل، وهذه هاي كبسة صفر، وهاي بتطلع. في عندك كمان هذول الأربع كبسات للآلات مش الإيقاعات. وهذه الكبسة برضو بتحط على التسجيلات، إضافة إلى هاي تقدر يوم تنزل على هذه الكبسة أو تطلع بتغير صوت الآلة، وتكبس على هذه وتنزل هذا وتطلع على هاي، عندك بتغير صوت الإيقاع، وعندك هذه التسجيلات.
الحمد لله أحرزنا نجاح، وإن شاء الله بينشاف في 18/6 على قصر الثقافي مدمجين الأولاد المبصرين مع المكفوفين في عمل واحد على المسرح. فالحمد لله مشكر الله، يعني إنه أنا هذا باعتبار إلي فخر، فخر لأنه إنه بالذات لهدول الأولاد، يعني إنه قديش بتلاقيهم سعداء إنه عمالهم بيعملوا شيء، مش إنه زي ما هم متعودين إنهم يأكلوا ويدرسوا ويناموا، لا لا بالعكس، يعني إنه إحنا عمالنا عن جد بنساعدهم ليوصلوا لمرحلة كتير حلوة. وأنا بتمنى إنه ألاقي داعمين بعد 3 سنين حتى إني أنا أستمر معاهم ليوصلوا المراحل العليا في الأكاديمية الموسيقية. هذا جهاز الريكوردر أو ريكوردر بلاير بمعناها مسجل، بنسجل فيه الأغاني أو المعزوفات، مثلا أي أغنية بنخلي الأستاذ طبعا يعزفها، مش إحنا لما نسجل، لأنه الأستاذ يعني بيكون عزف متقن أكثر منا، فإحنا بنستخدم هذا الريكوردر مشان العزف. إحنا في المدرسة هنا بنعزف، بنتقن اللي عزف الأستاذ في المدرسة مشان ما ننسى اللي عزفناه أو عزف الأستاذ. الأستاذ مش موجود عندنا في المدرسة، بس هنا فإحنا بنكون هذا معنا اللي هو الريكوردر، هو اللي بيقولنا إيش الأستاذ عزف. كمان مش بس المعزوفات، إحنا كمان بنسجل الغناء أو الجوكة الكرة، بنسجل كمان على هاي الريكوردر بلاير. هو كمان المعلمة بتغني وإحنا بنسجل، وبعدين إحنا بنسمعها في المدرسة وبنتدرب عليها. أنا لما أكبر بصير معلمة موسيقى مش معلمة عادية. Freedom Freedom to Palestine. Freedom, freedom to Palestine. Can't leave you alone, can't go. You stand the heart long time ago. You lost mat, but you used to draw. What crime moved on, I don't know. Freedom, freedom to Palestine. Freedom, freedom to Palestine. Palestine is my homeland. All the time is the Holy Land. Our soul, mom and dad, please keep on the way stand. Freedom, freedom to Palestine. Freedom, freedom to Palestine.